رمضان كريم فتح يا علم ثلاث سنين فيها أنا وسعاد. الله 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 قعدة رمضان حلوة يا جدعان شهر للإحسان كل عباد. الله 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 وحوي يا وحوي إيوحة وكمان وحوي إيوحة رمضان جانا رمضان كريم ارزقنا حسن العبادة في رمضان وعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وقد غفرت لنا. اللهم اجعلنا من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وقرارات مديدة. اللهم تقبل صيامنا في رمضان وأعنا على طاعتك وعلى أنفسنا وارزقنا قيامه وبارك لنا فيه وتقبل عبادتنا يا الله. اللهم اجعل لنا يا رب في شهر رمضان تغييرا للأفضل وبداية الحياة دائما أجمل بقربك يا رب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني وقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. إني لك صمت وعلى عشقك أفطرت وبك آمنت ذهب الظمأ تلت العروق وسبت الأجر إن شاء الله. اللهم أجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام. اللهم إنك عفوا كريما تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم أجعلنا ممن تدركه الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان وبلغنا من ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الصبح على رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الصبح وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تجعلنا من مع القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.